أكيد بسبب أزمة الكهرباء التي عصفت ببلادنا، اضطرينا نبحث عن بدائل لكهرباء الدولة. خطرت ببالنا هالفكرة هي اللي هي طاقة الرياح اللي ممكن نطبق على كافة المنازل بلبنان، وكان هدفنا الأساسي إنه نحن نخترع حتى الجنريتر بلبنان حتى يكون الكفاءة تبعته أعلى وسعره أقل. في عنا هلا 6 بيوت مستفيدين من هالمصدر الطاقة هذا، في عنا 4 بيوت تقريبا بيستفيدوا بكل الأدوات الكهربائية، وفي 2 بيت بس إضاءة.